تحرير الشام تعلن تدمير دبابة للنظام باشتباكات إثر عمليات مباغتة جنوبية إدلب. قتلان وجرحى باستهداف سيارة لقوات الأسد قرب إنخل بريف درعا. روسيا تعارض تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، وتركيا تدعو لتجديدها. حركة رجال الكرامة تعلن إخلاء سبيل السيدة المختطفة من قبل مخابرات النظام بدمشق. الدفاع الأمريكية تقول واشنطن كانت واضحة مع حليفتها أنقرة بشأن العملية العسكرية بسوريا. مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يحدد 6 أولويات له في سوريا، قال إنه يجب التركيز عليها. الليرة السورية تستقر عند 6300 مقابل الدولار، وتتراجع أمام اليورو لتسجل 6695. الإرهابي بشار يصدر مرسوما يتضمن إجراءات حول عمل شركات التأمين في سوريا. 60 نبضة، أخبار شام.